عايزة اروح لعمر فرج وكواليس التعاقد مع عمر فرج، وعجبني الفيديو التقديمي لعمر فرج وهو بيقول ان هو زملكاوي، خاصة ان كان في كلام وكان في يعني اكتر من حد متداخل في الصفقة دي واكتر من حد يرغب في التعاقد مع عمر فرج، ولكن عمر اختار الزمالك. كان عمر من فترة من حوالي الشهر كان في عقد ليه من أحد الأندية المصرية هنا الكبيرة كمان، بعد ما الزمالك اتعاقد يتقال إن المدرب رفض، ولا هو ما اترفضش، هو حصل خلاف على الأمور الفنية، عشان كده اللعيب ما جاش، عشان كده الصفقة ما تمتش. كانت صفقة مفاجأة عمر فرج، الاسم كان بعيد، ما حدش كان عارف عن عمر فرج حاجة، الناس رابطة اسم عمر فرج إن كانت في مفاوضات قبل كده مع أحد الأندية، عشان كده الصفقة جوه نادي الزمالك كان ليها صدى كبير جدا. مهاجم واعد عنده خبرات، مهاجم دولي كمان. دولي الميزه بقى بصفقه عمر فرج ان انت قاعد في القاهره، خلصت مع اللعيب وهو في معسكر منتخب بلده، وخلصت مع النادي السويدي بتاعه، كل ده وانا شغال هنا في القاهره، يعني بدون ما احتاج بقى ان مندوب يسافر، بدون ما احتاج ان حد يبقى يروح يعمل كشف طبي، ان انا عدي يروح للنادي السويدي بتاعه ايكس السويدي عشان اتفاوض معاه، لا، يعني الصفقه كلها خدت يومين ثلاثه الحقيقه، بتفاصيلها كلها، بالمفاوضات مع النادي السويدي، بالمفاوضات مع اللعيب نفسه، خدت البطاقه الدوليه، كل ده دم في السريه وفي وقت قصير جدا، وقدرت ان انا اخلص الصفقه. عمر فرج انا متوقع له هيبقى هداف الدوري السنه دي. يا رب ان شاء اه الله، بس يعني احنا يبقى عندنا كده اللعيب ده عارف زي ايه، منافسه قويه جدا. جدا. ما هو انت بص يا مها، انت بتلعبي في دوري، بتلعبي في افريقيا، بتلعبي في اكتر من بطوله، لا قدر الله لعيب يتصاب، لعيب يتوقف، لازم يبقى عندي واحد، ما فيش حاجه اسمها يعني لعيب اساسي، لا، ده كل مركز فيه اثنين او ثلاثه، يعني انت شفتي الباك ليفت دلوقتي محمود بنتايج ومحمد حمدي، الاثنين خلاص، ناحيه اليمين عندك عمر جابر ومحمد شحاته، الهجوم عندك لسه في ناصر منسي كمان، السيف الجزيري وصل، عمر فرج، عمر فرج سيدي نداي سيدي نداي، المفروض بوبنزا كمان، المفروض بوبنزا لو تمت باذن الله، فعندك يا اكتر رب ان شاء الله اكتر من لعيب محتاج، ده ما يبقاش في لعيب واحد خلاص اساسي ضامن مكانه، طول ما انت ضامن مكانك مع يعني خلاص خلاص انا ضامن مكاني، فالعب بالاريحيه، بالظبط، هلعب بالمود اللي جايب لي، يعني ايا كان ايه مودي، مودي كويس النهارده خلاص انا هلعب كويس، مودي مش كويس النهارده خلاص انا هلعب، مش خساره مكاني وما عنديش بديل فيه. هو قدرت تخلص كل ده، فده اللي الزمالك محتاجه. فعمر فرج تاني باكد ان عمر فرج ما جاش الدوري المصري، المفاوضات اللي كانت بينه وبين احد الانديه كان خلاف على المقابل المادي فقط لا غير، لكن فنيا المدرب كان عايزه، المدرب كان محتاجه. جوميز حتى لما شاف عمر فرج هو اوريدي كان عارفه، لما اتقال له ان عمر فرج هو عارفه ومتابعه، والراجل موجود مع منتخب فلسطين من فتره كمان، فصفقه مهمه جدا جدا. بص، كل ما اللعيب كان دولي هيفرق، اللعيب الدولي بيديك ارتاحيه، اما المدرب بيتعامل معاك خلاص، هو انت بتعود على اللعبه تحت ضغط، متعود على الماتشات الصعبه، متعود على ضغط الجمهور، على الاعلام، على السوشيال، كل ده انت جاي جاهز انك انت تلعب. فانت لو بصيت على الصفقات هتلاقي يعني ميكس، عندك لعيبه خبره، صح، عندك لعيبه صغيره، ما بقى ما بقى ما مش مركز على ده او ده، لا، بتحتاج في الصفقات الاثنين مع اللعيبه الموجوده، ده هيفيدك على مدار السيزون. ايه تاني يعني، هل شايف ان المجلس الفتره الجايه هتعاقده مع صفقات اخرى؟ بصي، هو المجلس على حسب معلوماتي المجلس مقسم الصفقات مرحلتين، في مرحله هتخلص خلال 48 ساعه، يعني 48 ساعة من دلوقتي لحد يوم 12 سبتمبر، عشان القيد الافريقي وعشان ماتش السوبر الافريقي، يعني هنسمع اسامي جديدة بعد 12 سبتمبر. انت 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 بتعدي كلامي كأنك ما سمعتوش. بعد 12 وانا مش هسيبك. بعد 12 سبتمبر، بص المرحلة دي اللي احنا يعني فيها لحد 12 سبتمبر، ماشي، ثواني، لحد القيد الافريقي، ثواني، انا دلوقتي السؤال كان واضح، هنسمع اسامي جديدة. هتسمع اسامي جديدة، ومش موبينزا بس كمان، مش بوبنزا بس، لا، في جناح، يعني انا يعني انت تقصد ان الناس ما تركزش يعني مع فكره بوبنزا، يعني بصي ان شاء الله يجي، بس في اسامي جديده. ماشي، هنتكلم على بوبنزا. الناس بتتعامل مع بوبنزا ان هي لعيب كبير وصفقه مهمه وصفقه سوبر وكل حاجه، بس بوبنزا لو ما جاش الدنيا ما وقفتش، يعني الزمالك ده شغال على اكتر من صفقه، وزي ما احنا بنتكلم جايبين اثنين او ثلاث مهاجمين، والاداره نادي الزمالك اشتغلت على الصفقه في كواليسها، انت عملت كل حاجه، انت جبت البطاقه الدوليه واللعيب موقع على اتفاقيه وعملت كل حاجه، مش ذنبي بقى ان في تفاصيل حصلت خارج ارادتي، مش ذنبي ان الراجل مثلا، انا اقصد انا كقدر عملت اللي عليا، كل انا حاجة. مخلص انا كل بقى حاجه، مش ذنبي تمام، ان في رقم بعت رساله للعيب بصوره
من شكوى لعيب تاني مقدمها كان موجود في نادي الزمالك وهو ما خدش فلوسه، فانا مش هقدر اتحكم في ده، انا عملت كل اللي عليا خلاص. اهم حاجه ان انا كنادي عملت كل اللي عليا، عملت كل اللي عليا. وبالمناسبه الزمالك اما اعلن على منصاته كلها على البطاقه الدوليه كانت رساله لكل الانديه ما تدخلش نفسك في سكه شكاوي، بدليل ان احنا لحد دلوقتي ما سمعناش ان اللعيب مضى في حته ولا في نادي خلص معاه. كل المفروض ان البطاقه الدوليه طالما معايا يبقى ابو بنزه زملكاوي. والبطاقه الدوليه ما اعتقدش ان البطاقه الدوليه بتطلع اي نادي بيطلب بطاقه دوليه للعيب بتتبعت كده، لا في اجراءات قانونيه ومفيش نادي هيبعت البطاقه الدوليه اذا كان متاكد اللي بيطلب البطاقه الدوليه اللعيب ماضي معاه واللعيب مخلص معاه كل حاجه.